هذا يسأل عمن وطئ زوجته في الحيض ووجبت عليه الكفارة المذكورة في الحديث، هل يدفع الكفارة لزوجته؟ ما شاء الله، يطأها ويعطيها الكفارة، يدفعها للفقراء، يدفعها للفقراء، حتى هي عليها كفارة، هي نفسها عليها كفارة، ولماذا تمكن زوجها منها وهي حائض؟ هي عليها كفارة مثل الزوج الذي وطئها. الأمور التي تزيد بالإيمان يقول ما هي؟ ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومما يزيد الإيمان الأعمال الصالحة، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكل ما عملت حسنات زاد إيمانك، وكل ما عملت سيئات نقص إيمانك، فالأعمال الصالحة تزيد الإيمان. نعم.